مو في إطار يعني الفيديو اللي أثر على جميع يعني السكان المواطنين ديال مدينة العريش اللي خرج في الصفحات الفيسبوكية، اللي واحد الأم اللي كتقوم بحد الاعتداء أو العنف على الإبنة ديالها. إحنا من موقع ديالنا كجمعويين مدينة نندد هذا التصرف اللا إنساني، وكنطلبوا يعني من بالنسبة للقضاء بأنه يفتحوا حد تحقيق يعني نزيه في النزيله هذه. حنا كمغاربه يعني من طنجة للقويرة حنا دائما يعني ما هذه الممارسات هذه ما نبكي دائما صراحه، شيء فاجئنا ولا حول ولا قوه الا نبكي دائما على هذه الافعال هذه اللي كنعتبروها بان افعال غير انسانيه. المغاربه معروفين عليهم بالعطف، معروفين عليهم بالحنان، والام كذلك معروف عليها بالحنان. كنطالبوا بان هذه الام هذه تمشي عند طبيب نفساني يعني تعرض للعلاج، لان هذا الشيء غريب الامر ديالو، يعني الكبده ديالها يعني تمارس عليه هذا التعذيب وبهذه البشاعه هذه، ولولا لطف الله سبحانه وتعالى لكانت الابنه هي توفت. لان الشيء اللي سمعنا احنا في الفيديو بان البنت كتقول لهم انا مخنوقه، انا ماما انا مخنوقه، يعني هذا الشيء هذا يعني غريب الامر ديالو صراحه. هي هذه هذا الشيء هذا، ومهم احنا كندوا كسكينه ديال المدينه ديال العريش بهذه الافعال هذه، وخصنا الردع ديال هذه الممارسات هذه اللي كدار للمجموعه الامهات اللي كانوا يديروا هذا الشيء هذا. اصلا هذيك ماشي ام تربيه، ماشي هيداك اصلا، يعني كانت ام ما ضربش بنت هذيك الضرب، ويعني تربيها بواحد التربيه مزيانه حسنه وما تعاملش بنتها هيداك. انا مفتخرها من عندي، يعني ماشي ام، انا ام وما ولدتش وباغى الله يعطيني ولو اي واحد، ولكن كما قالوا اللحم كيعطي ربي ما عنده سنين. تحملت شي اصلا ما عجبنيش، هذاك ماشي منظر كتعمل تربي بنتها، يعني تهضر معها بالعقل تفهمها، ماشي يعني شي حاجه ما كتجيب العنف. خاصه تعاقب صراحه الله، لحقاش هي بيدها ما مربياش اللي عتربي بنتها، كون كانت مربيه ما تعملهاش ديك الضرب كامل وما تهضرش معها بديك اللغه. خويا انا حنا ما بغيناش هذيك الانسان اللي يديروا لها ديك هذاك الضرب بحال هكاك، حنا نوينا كيحسبنا شي حاجه خايبه باش دارت لها داك الضرب، قلنا تساهل ماشي مشكل، ولكن جينا بحثنا عليها قالوا لنا على حسب النزاف، يعني النزاف ما كانش حق يديروا لها بحال هكاك. انا اصلا تألمت، ما نكتبش عليك، انا ما طلعت ليش في الفيسبوك ديالي، طلعت لي ديال واحد الصديقه، ولكن من شتها بحال هكاك تألمت، ما بغيتهاش يدير لها الام بحال هكاك. يعني الام والبوب ما كيديروش لولادهم بحال هكاك، راه خاص تكون شحال ما تكون غلطت في شي حاجه، وهذه كان خاصها اول مره تربيها في شي تربيها بشي هضره وتكلمها، يعني الحامله راه حتى واحد ما كيبغي. يعني خاصها التعاقب وهذا الشيء هذا ما يبقاش، والعنف ضد الاطفال داك الشيء يولي بالعقل وان شاء الله، والتوعيه هي اهم شيء. واش نقول لك، بقى فيا الحال، يعني احنا والدينا ما ضربوناش في صغرنا الحمد لله، كنا كيهضروا معنا بواحد الطريقه مزونه ولا شي ضرب خفيف، يعني شي حاجه على قدها، ولكن ديك العنف والاخر ما صالحش مع الولاد الصغار، حتى طلع فيهم واحد الاحساس. شنو نقول لك، انا طلع معنف الولد وما كيحملش والديه، غيطلع مع الاسره مع الناس اللي دايرين به، اين طلع ديك العنف ديالو، هاد الالم وهاد الاهات اللي اليوم صفقت عليها على اثر واحد الفيديو يعني يروجها في الفضاء الازرق. انا شخصيا ما قدرتش نشوفه. طبيعه الحال من الناحيه القانونيه انا اعتقد على ان المشرع المغربي كان حكيما، افرض مجموعه من النصوص القانونيه يعني الصارمه، النصوص القانونيه الزجريه التي تحمي اولا العنف الجسدي. بالنسبه للسؤال ديالك كان سؤال مهم وسؤال مزيان، قلتي العنف ضد العنف ديال الاصول ضد الابناء، وبالتالي احنا اعتقد على انه هنا الفعل اللي ذكرتيه انت من الناحيه القانونيه كيقول واحد الفصل القانوني ان الفعل الذي يوصف باوصاف متعدده يعني يوصف بالوصف الاشد. الوصف الاشد حنا كنقولوا اليوم على ان هذا العنف اللي تعرضت له الطفله هو من طرف شخص الذي له سلطه الولايه والوصايه اولا، وعرضه الى عنف، وبالتالي هنا كاين اوصاف متعدده، وبالتالي يجب ان يوصف بالوصف الاشد وهي العقوبه الاشد. اعتقد اليوم على ان هذه المراه ما نسميهاش ام، لان اسحي ان اقول ام، لان السلوك اللي قامت به لا يرفضه الحقوقيون، لا، اولا ترفضه الانسانيه كانسانيه، ترفض هذا السلوك عاد كحقوقيين وعاد كمجتمع عادي. اعتقد على ان القضاء مدينه العرائش هو قضاء نزيه. كنطلبوا القصاص اليوم اولا بصفه عامه كمواطنين مغاربه، ثم ثانيا كعرائشيين من اجل الاعتبار. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ليصلكم كل جديد.